بسم الله الرحمن الرحيم. اللغة الفرنسية ومن على موقع كرة. طبعا هذا الموقع لا علاقة له بالكرة على عكس ما نسمعه. طبعا على هذا الموقع يكتب الكثير من المثقفون إلى غير ذلك. طبعا كان بالإنجليزية ثم بالفرنسية ثم أدرجت عليه اللغة العربية. كما نلاحظ عندنا هنا في المقال كيل أستوس ماركتين سونت يوتيليزي بار لي مارك دو لوكس بور فوندر لور برودوي أو بيرسون بوفر. إذن quelles astuces marketing sont utilisées par les marques de luxe pour vendre leurs produits aux personnes pauvres? إذن quelles astuces, أي حيل marketing تسويقية sont utilisées أنها تستعمل, نتكلم عن الحيل التسويقية par les marques de luxe من طرف الماركات الفاخرة pour vendre leurs produits من أجل بيع منتوجاتها. قلنا le verbe vendre هذا فعل باع ومن مثلا كلمة لي فونت المبيعات مثلا. إذا هنا عندنا بور فوندا من أجل بيع لوغ برودوي يعني منتوجاتهم. طبعا نتكلم عن لو برودوي المنتوج طبعا له علاقة بفعل برودويغ فعل أنتج ولو علاقة أيضا بلا برودكسيون يعني الإنتاج ومن مثلا لا برودكتيفيتي يعني الإنتاجية. نتكلم مثلا أحيانا عن لا برودكتيفيتي دو ماشين. إذا نتكلم عن إنتاجية آلة شحال تعطينا هاد الآلة. كيل أستوس ماركتين سونت يوتيليزي باغ لي مارك دو لوكس بور فوندر لوغ برودوي أو بيرسون بوفر. إذا أي حيل تسويقية تستعمل من طرف الماركات الفاخرة من أجل بيع منتوجاتها للأشخاص ليس الأغنياء للأشخاص الفقراء. Il y a un petit secret en marketing que la plupart des gens ne connaissent pas. Il y a un petit secret. إذن هناك سر صغير. طبعا لو سوكري المقصود به السر. Il y a un petit secret. إذن هناك سر. En marketing يعني في التسويق. Que la plupart des gens الذي أغلب الناس ne connaissent pas. أنهم لا يعرفون. المقصود أنهم لا يعرفونه. طبعا عندنا هنا لو فيرب كونيتر. ومن مثلا لا كونيسونس يعني المعرفة. إذا نتكلم هنا عن لو فيرب كونيتر نتكلم هنا عن لو فيرب كونيتر فعل عرفة. هناك سر صغير في التسويق اللي أغلب الناس لا يعرفونه. إذا كما نلاحظ بعض صور المنتوجات الفاخرة التي يتم بيعها مثلا للفقراء. إذا عندنا هنا سكو لورسكو لي زونتربريز veulent commercialiser un article de luxe, elles le font de deux manières. C'est que lorsque les entreprises, هو أنه عندما الشركات. طبعا سنتكلم هنا عن السر الصغير في طريقة تسويق المنتوجات الفاخرة كما تبدو للأشخاص الفقراء. C'est que lorsque les entreprises, هو أنه عندما الشركات veulent commercialiser تريد أن تبيع. طبعا نتكلم أحيانا عن الكوميرس نتكلم عن التجارة ومن فعل commercialiser أنك تتاجر أنك تبيع. هو أنه عندما الشركة تريد أن تبيع أن أرتيكل دو لوكس طبعا أرتيكل لها معاني أخرى مثل الأدوات الموجودة مثلا في المطبخ نسمى أرتيكل. نتكلم أيضا عن بعض الأدوات في اللغة تسمى أرتيكل. لكن هنا طبعا المقصود بها منتوج كيف ما كان. إذن يسمى أيضا أرتيكل. سك لورسك لي زونتربريز فول كوميرسياليزي أن أرتيكل دو لوكس هو أنه عندما الشركة تريد أن تبيع منتوجا فاخرا إي لو فون دو دو مانيير هي تقوم به بطريقتين. طبعا هنا إي لو فون عندنا هاد فون هذا لو فيرب فير سي لو فيرب فير. نقول جو في tu fais, il fait, هو يعمل. Nous faisons, vous faites, أنتم تعملون أو تقومون بشيء. Ils font, هم يقومون بشيء أو هم يعملون أو هم يجعلون إلى غير ذلك. هنا عندنا ils le font يعني هم يقومون به. De deux manières يقومون بهذا البيع بطريقتين. La première الأولى نتكلم هنا عن الطريقة الأولى est utilisée quand elles veulent أن تستعمل أن تستعمل. عندنا هنا لو فيرب يوتيليزي فعل استعمل لكن هنا تنتكلم هنا على
لا بروميير اي تيتيليزي ان تستعمل. صرفنا لو فيرب اتيليزي مع اتر باش نبينو بان هذا الفعل تيوقع لهاد لا بروميير. نتكلم على لا بروميير مانيير، لا بروميير مانيير نتكلم عن الطريقه الاولى. الطريقه الاولى هي اللي تتستعمل بمعنى اخر، ماشي هي اللي تتستعمل حاجه اخرى. لا بروميير اي تيتيليزي الاولى ان تستعمل كونت الفول عندما تريد، نتكلم هنا عن الشركات. كوميرسياليز عندما تريد بيع ان برودوي، تريد بيع منتوج. فيغ لا كلاس لا موا فافوريزي عندما تريد بيع منتوج للطبقه كما نقولون الاقل حظا. اذا نتكلم هنا عن طبقه فقيره في المجتمع. لا بروميير اي تيتيليزي كونت الفول كوميرسياليزي ان برودوي فيغ لا كلاس لا موا فافوريزي او لا كلاس مويان. اذا طبعا الطريقه الاولى ان تستعمل كونت الفول كوميرسياليزي عندما تريد يعني بيع، نتكلم عن الشركات، ان برودوي فيغ لا كلاس لا موان فافوريزي عندما تريد بيع منتوج. فيغ كما نقول نحو او في اتجاه، المقصود الى لا كلاس لا موان فافوريزي الى الطبقه الاقل حظا كما نقول الطبقه الفقيره او لا كلاس مويان او الطبقه المتوسطه. سي بيرسون فول اشتي لابارونس دو لا ريشيس. سي بيرسون هؤلاء الاشخاص. اذا نتكلم هنا عن لا كلاس لا موان فافوريزي او لا كلاس مويان، نتكلم هنا عن لا كلاس لا موان فافوريزي او لا كلاس مويان. اذا نتكلم عن الطبقه الدنيا او الطبقه المتوسطه نقول عنهم سي بيرسون هؤلاء الاشخاص. فول اشتي لابارونس، فول اشتي لابارونس يريدون شراء المظهر. الفقراء والطبقه المتوسطه يريدون شراء المظهر. دو لا ريشيس مظهر الغنى. سي دونك سو كو لي زونتربريز لور فونت. سي دونك انه اذا سو كو لي زونتربريز لور فونت الذي الشركات يبيعون لهم. هذا الذي تبيعه الشركات لهؤلاء الاشخاص. هي في الحقيقه ما تتبيعش لهم المنتوج في حد ذاته، هي لا تبيع لهم المنتوج في حد ذاته بقدر ما تبيع لهم في الدرجه الاولى تبيع لهم المظهر. Vous pouvez le constater dans le marketing de marques comme Louis Vuitton et Gucci. Vous pouvez le constater. يمكنك استنتاج المقصود هنا. يمكنك استنتاج هذا الأمر بأن هذه الشركات لا تبيع المنتوج بحد ذاته بقدر ما تبيع المظهر. Vous pouvez. On a le verbe pouvoir يعني فعل استطاع أو أمكن. Vous pouvez. يمكنكم أو تستطيعون. Le constater. استنتاجه. Dans le marketing de marque, dans le marketing de marque, comme Louis Vuitton et Gucci. يمكنكم استنتاجه في تسويق الماركات مثل لويس فيتون و غوسي. أمثلة من بعض الماركات. Par exemple, كمثال jetez un œil. إلقوا عينا. Par exemple, إذا كمثال jetez un œil. كما نقول هنا إلقوا عينا. المقصود هنا ألقوا نظرا. بمعنى آخر إلقوا بنظرتكم، إلقوا نظرة أسيت بيبليسيتي على هذا الإشهار دو لويس فيتون لهذا المنتوج أو لهذا الماركة. إذا طبعا لتتأكدوا من هذا الاستنتاج. طبعا بعض الصور لبعض الماركات. إذا الآن بعدما ألقيتم نظرة على هذه الصور كمثال فونو ماركيغيا، ألم تلاحظوا شيئا؟ بتيتخ لو في كو سي دو فام semble être assise dans un jet privé. Peut-être le fait que ces deux femmes semblent être assises dans un jet privé. إذا peut-être ربما le fait que ces deux femmes مسألة هاد المرأتين semble être assises تبدوان être assises كونهما جالستين dans un jet privé يعني في طائرة خاصة. dans un jet privé في طائرة خاصة cela fait environ. ألا يدعو هذا للإغراء؟ أليس كذلك؟ publicité de luxe classique. هذا إشهار لماركة فخمة كلاسيكية. وكما يبدو من الصورة، هل هذا إشهار لمنتوج أو ماركة كلاسيكية؟ faux. هذا غلط. faux. هذا غلط. une entreprise. كما نقول هنا لعدة مرات أو مرارا وتكرارا. des études ont montré que les riches ne se laissent pas convaincre par ce type d'annonce. Une entreprise, عدة مرات,
Des études ont montré que les riches ne se laissent pas convaincre par ce type d'annonce. Des études ont montré, إذن الدراسات أظهرت, que les riches ne se laissent pas convaincre. بأن الأغنياء ne se laissent pas. هنا تتكلموا على لو فيرب se laisser وليس لو فيرب laisser. نتكلم أحيانا عن laisser passer. Laisser passer يعني اترك يمر. اترك يمر. تقول لشخصين laisser passer يعني اترك الناس تمر أو اترك أشياء تمر. إذا نتكلم عن laisser passer. ومنها مثلا نتكلم عن البطاقة laisser passer. ومنها مثلا بطاقة laisser passer. إذا نتكلم عن بطاقة تجعلك تمر بدون أن تتوقف. تجعلك تتخطى الحواجز بدون أن يتم إيقافك. إذا نتكلم عن laisser passer. هنا لا نتحدث عن لو فيرب laisser يعني أنك تترك, بل نتكلم عن لو فيرب se laisser. Se laisser يعني أن الإنسان يترك نفسه أو شيء ما يترك نفسه. Les riches يعني أن الأغنياء ne se laissent pas يعني أنهم لا يتركون أنفسهم convaincre. Convaincre يعني أقنع. هنا طبعا نتكلم عن أنهم لا يتركون أنفسهم يقتنعون. الأصل في فعل convaincre أنك تقنع شخصا بفكرة إلى غير ذلك. هنا طبعا نتكلم عن هاد الأغنياء بأنهم لا يتركون أنفسهم في العادة, وحسب الدراسات أنهم لا يتركون أنفسهم في العادة يقتنعون par ce type d'annonce, بهذا النوع من الإعلان. بهذا النوع من الإعلان. La grande majorité ne ressent pas le besoin d'acheter des articles qui montrent leur richesse ou leur statut. الأغلبية الساحقة أو كما عندنا هنا الأغلبية الكبيرة من هؤلاء الأغنياء ne ressent pas le besoin يعني أنهم لا يحسون الحاجة. طبعا هنا عندنا لو فيرب ressentir. Ressentir يعني أنك تحس بشيء. La grande majorité الأغلبية الكبيرة من الأغنياء ne ressent pas le besoin لا يحسون بحاجة d'acheter بأن يشتروا des articles بأن يشتروا منتوجات qui montrent leur richesse التي تظهر غناهم ou leur statut أو موقعهم في المجتمع ou leur statut أو موقعهم في المجتمع. طبعا الأغنياء ما تبغوش يبانوا لأن هذا الأمر غيعرضهم للمشاكل. Il recherche la fonction. Il recherche la fonction. يعني هم يبحثون عن الوظيفة. يبحثون عن الدور. La fonction يعني الوظيفة. هنا المقصود بالوظيفة وظيفة المنتوج. وظيفة المنتوج. ما معنى هذا؟ إذا الإنسان الغني يشتري الدور الذي سيلعبه المنتوج. لا يهمه المظهر. هو طبعا يشتري المنتوج إذا كان سيقدم له إضافة. هو يشتري المنتوج إذا كان سيقدم له إضافة. أما أن يضفي عليه مظهرا فهذا لا يحتاجه. La classe moyenne en particulier a une forte tendance à essayer de paraître plus riche qu'il ne l'est. إذا la classe moyenne en particulier a une forte tendance à essayer de paraître plus riche qu'il ne l'est. إذا الطبقة المتوسطة en particulier يعني بالخصوص a une forte tendance عندها توجه قوي أو ميلان قوي à essayer de paraître plus riche لتحاول الظهور أكثر غنى. لتحاول الظهور أكثر غنى. لتحاول الظهور أكثر غنى كالنولي. كما ليست هي. كما ليست هي تتبغي تظهر بواحد المظهر اللي ماشي ليها, اللي ماشي هي فيه. بمعنى آخر لا كلاس مويان اون بارتيكولي إذا نتكلم عن الطبقة المتوسطة بالخصوص à une forte tendance إذا عندها توجه قوي à essayer de paraître plus riche تحاول الظهور أكثر غنى qu'elle ne l'est بما ليس لها. تريد الظهور بموقع ليس لها. Cela l'amène à répondre plus positivement aux publicités qui affichent des personnes vivant des modes de vie luxueux. Cela l'amène. إذا هذا يأخذها. نتكلم عن هاد الذي في نفسها. نتكلم هنا عن الطبقة المتوسطة وحب الظهور. Cela l'amène. إذا هذا يأخذها à répondre لتستجيب. Répondre المقصود به أجابة. ومن كلمة la réponse يعني الإجابة. À répondre لتجيب بمعنى آخر لتستجيب. إذا cela l'amène à répondre هذا يأخذها
لتستجيب بوزيتيفمون بشكل إيجابي. ما معنى بشكل إيجابي؟ تتجاوب مع الإعلان، مع الإشهار، إذا فهي تستجيب بشكل إيجابي. Cela l'amène à répondre plus positivement aux publicités qui affichent des personnes vivant des modes de vie luxueux. إذا هذا الأمر يأخذها لتستجيب بشكل إيجابي للإشهارات. Qui affichent des personnes التي تظهر أشخاصا vivant. Vivant يعني أنهم يحيون des modes de vie. كما نتكلم عن موضات الحياة، موضات العيش luxueux فاخرة. إذن واحد الأشخاص تبانوا بأنهم تعيشوا واحد العيشة فاخرة، هذا إشهار. طبقة المتوسطة التي تحب أيضا الظهور تستجيب لهذه الإشهارات. Les personnes voient cela. إذن الأشخاص يرون هذا. إذن نتكلم على الأشخاص من الطبقة المتوسطة أو الفقيرة أنهم يرون هذه الإشهارات. Crois que c'est ce que les gens riches font. C'est ce que les gens riches font. Crois que c'est ce que les gens riches font. هم يعتقدون بأن هذا الذي نتكلم عن الإشهار الذي يرونه الأغنياء يفعلون. هم يعتقدون بأن الأغنياء يفعلون هذا الذي يرونه في الإشهار. بمعنى آخر porte. Porte. إذا نتكلم هنا على verb porter. Font هذا verb faire. يعني أنهم يعتقدون بأن الأغنياء يفعلون هذا الذي في الإشهار. Porte. إذن يعتقدون أيضا بأن الأغنياء يحملون إذا كانوا يلبسون مثلا لباسا يتليز يعني يستعملون. إذن هم أيضا يعتقدون بأن الأغنياء يستعملون أشياء إن ظهرت لهم في الإشهار etc. إلى غير ذلك. إيميت سولا ثم يقلدون هذا. إيميت سولا عندنا هنا لو فيرب إيميتي. إيميتي عندنا فعل قلادة. إيميت سولا ثم يقلدون هذا pour paraître riche. Pour paraître riche. لكي يبدو أغنياء. لكي يظهروا أغنياء. حتى لو أنهم ليسوا كذلك. هذا هو المقصود بهذا الأمر. طبعا سنستكمل مع هذا الكلام في فقرة قادمة. حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.